والآن إلى جولة اقتصادية من نشرة السادسة ومصطفى ميزة. شكرا سحر وشكرا أميرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. شارك وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في التوقيع على إعلاني النوايا المشتركين بين مصر وألمانيا للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي. أكد الوزير طارق الملا على أن هذا التوقيع يأتي قبل ساعات قليلة من افتتاح COP27 في شرم الشيخ، والتي تشهد لأول مرة إدراج يوم لخفض الكربون كجزء من الموضوعات الأساسية للمؤتمر لإلقاء الضوء على الجهود وقصص النجاح المحلية والإقليمية والعالمية في خفض الكربون في قطاع البترول والغاز. أصدرت وزارة التخطيط تقريراً حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 2022-2023. أشارت الوزارة إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية، ويذكر أن هذا القطاع يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه لنسبة من القوى العاملة تزيد على 15% من الإجمالي. وكذلك تتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في قائمة المصادر الرئيسية والمولدة للنقد الأجنبي. أكد جهاز حماية المستهلك أنه يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات لعروض الجمعة البيضاء، مشيرا إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء، كما شدد الجهاز على ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج، مناشدا المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة وعدم الانخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1670 دولارا و18 سنتا للأوقية، أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1037 جنيه، عيار 21 وصل قيمته إلى 1210 جنيهات، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1383 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 9680 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع هبوط الدولار وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، بينما ينتظر المستثمرون احتمالات لتخفيف الصين لقيود مكافحة كورونا. هذا وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.2% لتصل إلى 98 دولار و48 سنتا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 4.7% إلى 92.31 دولار للبرميل. هذا وقد تراجعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بنسبة 2% لتصل إلى 3.72 دولارا للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2% لتسجل 6.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اختتمت مؤشرات الأسهم في بورصتي الإمارات التداولات على ارتفاع مقتفي أثر أسعار النفط، والتي تسجل صعودا في ظل مخاوف الإمدادات التي يفاقمها الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي، إلى جانب تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية. أما في أبو ظبي فقد ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1% مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10455 نقطة. في دبي صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 6% بدعم من مكاسب قطاعي البنوك والعقارات.
وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، نعود لاستكمال ما تبقى فيها مع سحر وأميرة. شكرا لك مصطفى ميزار.